مقتل امرأة على يد عشيقها في مكتب محاماه في جراتس. فضيحة بي فوتي دمرت جهود النمسا في مكافحة جواسيس كوريا الشمالية. خبير تكامل يقول شباب فيينا لديهم هامش ضيق جدا في الاندماج. المستشار النمساوي يؤكد على تراجع الضغط المالي على الحكومة. واعتقال مشغل مكالمات احتيالية باسم الشرطة النمساوية من إسطنبول. وأخيرا الخطوط الفيينية تطلب 27 تراما جديدا من طراز فليكستي. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة. قام رجل بقتل امرأة ببندقية في مكتب محاماة في جراتس ثم انتحر في ظروف ما زالت مجهولة، فيما عللت بعض المصادر بأنهما كانا على علاقة غرامية. وكانت الشرطة في حالة تأهب قصوى منذ صباح الجمعة بعد تلقي نداء استغاثة. وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الحادث وقع في شارع كايزر فيلد جاسا 27 الذي يضم مكاتب محاماة ومراكز علاجية. وبحلول الساعة 14 تبين أن الشخصين قد توفيا، وشاركت في العملية وحدات النخبة كبرى وطائرات الهليكوبتر. وسمع شهود العيان 3 طلقات وصراخ امرأة، ولم يفصح بعد عن هوية الجاني والضحية. كشفت صحف أن المخابرات كانت تحاول ترحيل مسؤولين من كوريا الشمالية متورطين في أنشطة تجسس، وذلك قبل فضيحة اقتحام مبنى المخابرات النمساوية في عهد وزير الداخلية السابق هربرت كيكل رئيس حزب الحرية حاليا. وتراجعت جهود جهاز حماية الدستور النمساوي بعد فضيحة أثارتها النيابة العامة الاقتصادية ومكافحة الفساد في 2018. وكشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين في تصنيع جوازات سفر كوريا شمالية وتحويلها إلى جهاز المخابرات الكوري الجنوبي. وأثرت الفضيحة أيضا على مراقبة الأنشطة التجسسية لكوريا الشمالية في النمسا، حيث تحتاج مديرية الاستخبارات لإعادة بناء قدراتها المفقودة من جديد. حذر خبير علم الاجتماع والباحث في الهجرة هيرمان كوشي من تأخير اندماج الشباب الذكور في فيينا، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفعهم نحو الانكفاء على مجموعاتهم. وأوضح كوشي أن التصادمات بين السوريين والشيشان والأفغان ليست نتيجة لحظية بل نتيجة لتطور تدريجي. ويرى كوشي أن الفراغ الكبير وقلة الفرص تعدان عوامل رئيسة في انزلاق الشباب نحو العنف، مع التأكيد على عدم وجود صلة بين جرائم العصابات في فيينا والبيئة العشائرية كما هو في ألمانيا. أعلن المستشار النمساوي كارني هاما عن تفاؤله بتراجع الضغط على ميزانية الحكومة الفيدرالية، مشيرا إلى أن النمسا تتمتع بنمو اقتصادي معقول وخطة ميزانية متوازنة، ما يفتح الباب أمام التوحيد المالي. وأكد نيهاما في لقاء صحفي في فورالبرغ أن الديون الحكومية النمساوية تقع في المتوسط الأوروبي، وتوقع بقاء عجز الميزانية دون الحد المسموح به وفق معاهدة ماستريت. كما أشاد بنتائج إصلاح نظام التقاعد الذي بدأ في عام 2000، مؤكدا أهمية تمويل التقاعد من قبل العمل الشخصي وجعل العمل لفترة أطول مجديا أكثر. ألقت الشرطة النمساوية القبض على شاب من فيينا يبلغ من العمر 26 عاما في مودلينغ بالنمسا السفلى بتهمة احتيال تجاوزت قيمتها 350 ألف يورو. ويشتبه في أن المتهم عمل كمشغل هاتف في مركز اتصال في إسطنبول، حيث تنفذ عمليات الاحتيال على ضحايا من تركيا باستخدام اسلوب الشرطة المزيفة. وقد تم العثور على ملاحظات ترتبط بالجرائم المزعومة، واسهمت في اعتراف المتهم
بتنفيذ 18 عملية احتيال، مما أدى إلى إيداعه السجن بأمر من النيابة العامة النمساوية. أعلنت مدينة فيينا عن إضافة 27 تراما جديدا قريبا من طراز فليكستي، حيث تضم فيينا سادس أكبر شبكة ترام في العالم بطول 171 كيلومتر، مع 81 ترام يتجول في شوارع المدينة. وتستضيف شركة ألستوم التي تم تفويضها بتصنيع 119 تراما في عام 2015 27 تراما جديدا إضافيا، ويعمل مصنع ألستوم بفيينا حي الدوناوشتات على إنتاج 80 تراما سنويا، مساهما في تعزيز موقع الإنتاج المحلي. وتتسع الترامات الجديدة من نوع فليكستي ل 211 راكبا. ومن المقرر أن تدعم توسيع شبكة الترامات بخطوط مثل 27 و12 و18 داخل فيينا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.